ربما تكون منتشرة هنا لكن في حدود ضيقة وقد تكون بالخفاء. لما بلغت جنسياً بالصف العاشر بلشت البيول الجنسية تجاه الرجال. بدي اتزوج شاب لأنه أنا مثلي يعني، بس شعوري كشعور أنثى أكيد. الرغبة كانت بس إنه كبنتين. كنت بنت وتحولت لشاب تلقائياً. بلشت علاقتي المثلية مع شخص قريب مني كتير. المثلي جنسياً ممكن يكون أخوك، أختك، أي حدا، صديقك. منبوذين بالنسبة للمجتمع ومو بيئة من بيئتنا. إلا أنه مبتلى، هذه جزئية الابتلاء عالجها الإسلام. نحن ما عملنا بحالنا هيك، نحن خلقنا. لو كان هو خلقهم بصدوم وعمورة ما كان له الحق أبداً أن يعاقبهم. قدرة إلهية، أنا مالي ذنب فيها. لا يمكن للقانون أن يعترف بها على أنها حالة سوية. شعور أنه هن ما حدا مهتم فيه. أنت لما ما بتهتم بالشخص بيصور أكثر. لك بتمنى أمي تحط إيدي على جبيني، بتمنى أني نام على رجل أمي. دراسات طلعت كتير اتهمة الصبغة إكس أنه هو المسؤول عن المثلية. بارع عن أنثى وبعدين عند البلوغ صار يشعر أنه هو ذكر. بيروح معه وبيستغله، بياخده عبيد، بيعطيه 3000 وبياخده عبيد.